أحمد يعقوب ومساعد أول أيمن فيصل ومساعد ثاني خالد أبو الخيل والحكم الرابع عماد عاكف مقيم الحكام يوسف شاهين ومراقب المباراة هندي أبو غليون والمنسق العام محمد منكو وهوندا منذ البداية وفي الثواني الأولى وفي اللحظات الأولى ينجح نادي الجزيرة بإحراز أول الأهداف جول للجزيرة اللاعب الخطير اللاعب الفذ هنا يبدأ بإحراز الأهداف علي علوان ينجح في أول الدقائق لم نكمل تشكيلة الفريقين تكلمنا عن هذه القمة وقلنا لكم أنها مباراة كبيرة وأقوى مباريات الجولة الثانية وشاهد منذ البداية نادي الجزيرة شوف العرضية ورأسية علي علوان دائما ما يكون موجود وحاضر في الأماكن الخطيرة وينجح هنا بالرأس بإحراز أول الأهداف ماذا تريدون أجمل من ذلك؟